تصاعدت وتيرة الصراع بين الحشد والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا مع اقتراب تسنم السفيرة الأمريكية الجديدة تريزي جاكوبسون مهام عملها خلفا لإلينا رومانوسكي، حيث بدأ جاكوبسون عهدها بتهديدات شديدة اللهجة للفصائل العراقية زمنها تصنيف فصائل على لوائح العقوبات الأمريكية. الحشد حذر من تصنيف واشنطن لهيئة أمن الحج ضمن لائحة العقوبات في وقت كشفت فيه تسريبات عن تقديم الولايات المتحدة طلبا إلى الحكومة العراقية لإغلاق أجوائها بوجه طائرات الشحن الإيرانية نحو سوريا ولبنان. أسباب عدة وراء نية إدراج واشنطن لهيئة أمن الحشد على لائحة العقوبات، أولها علاقاته الوثيقة بطهران وقيامها بعمليات تنسيق بين إيران والفصائل. ومن الأسباب الأخرى التي دفعت واشنطن إلى التفكير في إدراج هيئة أمن الحشد على قائمة العقوبات اتهام الهيئة بدعم فصائل تشن هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أما السبب الثالث فهو اتهام هيئة أمن الحشد بخطف وقتل الناشطين من التيار المدني العراقي وخاصة في مدن الجنوب، أسباب تؤزم الموقف كثيرا في الأونة الأخيرة وتجعل الحشد في مرمى نيران واشنطن. فهل ستنخرط الفصائل المسلحة في صراع المنطقة وتسبب إحراجا لحكومة السوداني؟